فدون تحميل المسؤولية للجزائر الطرف الرئيسي في هذا النزاع لن يكون هناك حل، وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة لن يكون هناك استقرار. غير أن هذا لا يعني الإساءة للجزائر أو لقيادتها أو شعبها الذي نكن له كل التقدير والاحترام، فكلامنا موزون ومعناه واضح، وإنما نتحدث عن الواقع والحقيقة التي يعرفها الجميع. هذه الحقيقة التي كلما قالها المغرب يتم اتهام الحكومة والأحزاب والصحافة المغربية بمهاجمة الجزائر. وإذا كان المغرب ليس لديه لا بترول ولا غاز، بينما الطرف الآخر لديه ورقة خضراء يعتقد أنها تفتح له الطريق ضد الحق والمشروعية، فإن لدينا مبادئنا وعدالة قضيتنا، بل لدينا أكثر من ذلك حب المغاربة وتشبثهم بوطنهم. فمخطئ من يعتقد أن تدبير قضية الصحراء سيتم عبر تقارير تقنية مخدومة أو توصيات غامضة تقوم على محاولة التوفيق بين مطالب جميع الأطراف. ومخطئ أيضا من يحاول مقارنة الصحراء بتيمور الشرقية أو ببعض النزاعات الترابية بأوروبا الشرقية، لأن لكل قضية خصوصياتها. فارتباط سكان الصحراء بالمغرب ليس وليد اليوم، بل تمتد جذوره في أعماق التاريخ.